ثلاثة زي ما قال وأربعين. استاذ جمال، رغم حسم الدوري قبليه بسبع اسابيع، لكن فرحه اللعيبه داخل الملعب جنب الدرع ولحظه استلام الدرع نفسه دي لحظه اللي يعني هو كل لعيب بيتمناها، حتى لو هو واخد الدوري من فتره، لكن الفرحه اللي شفناها والصور واللقطات الكتيره. واستاذ جمال انت قلت لي في لقطات معينه وقفت عندها، يعني هو طبعا مساله الفرحه ليه مختلفه امبارح؟ لانه ده اللحظه اللي هي هيحتفظ بيها كل لاعب، يعني اللقطات دي والصور والفيديو والكلام ده كله هو تسجيل لتاريخ. يعني مثلا هتلاقي في لعيبه امبارح حسبت لنفسها، يعني الاهلي حاسب 42 بطوله دوري، وكام بطوله عموما على مستوى الاكثر 128 بطوله على مستوى الاكثر تتويجا. صحيح. يعني لكن كل لعيب النهارده بيقعد يحسب لنفسه هو فين من البطولات دي، من ال 42 بطولة. يعني مثلا فلان خد 6 وفلان خد بطولة، يعني طبعاً. دي في حد ذاتها، عشان كده انا بقول لحضرتك لحظة اللي هي توثيق الحدث، اللي هو توثيق الحدث ده في شكل كل لعيب بقى بيقول انا حسابي بقى فيه كذا، يعني حسابه نفسه الشخصي بقى في مبالغ معينه او بطولات معينه. انت عارف قبل ما اقطع برضو كلام فضل. حضرتك نقطه مهمه جدا، وبرضو ديت يمكن ناس كتير مش واخده بالها. اعتقادي تسليم الدرع في ارض الملعب مع وجود 7 أو 8 لاعبين صغيرين، اللعيبه دي بتشوف وبتحس بقيمه المجهود الكبير اللي عمله معظم اللعيبه الكبيره، وبالنسبه لهم يعني انا لما احط مكان نفسي مكان مثلا العربي بدر، والعربي بدر لسه يعني مواليد 2001، يعني عنده 19 سنه وتسجل باسمه بطوله الدوري لانه اشترك في مباراه رسميه، بس خلاص هو دخل الكادر البطولات، الكادر يعني. واللي شافه من خلال النجوم الكبار زي وليد سليمان، نجوم النادي الاهلي الكبار، ايمن اشرف، الشناوي. صحيح. ده كمان الصوره دي بتقعد في الذاكره عند الولاد الصغيرين انه هو بالظبط ده هو ده المطلوب منك السنين اللي جايه، يبقى الدور على العربي والدور على فخري والدور على الولاد اللي طالعين. فدي لقطه اول يعني. طريق البطوله. صحيح. هو بيشوف البطولات وبيحسها، وبالتالي ده بينمي جواه. مظبوط. وده على فكره المكسب برضو المهم قوي، انه انت بتورث الاحساس بالبطوله اكيد للعيبه الصاعده. اما بقى بالنسبه للقطات اللي قلنا عليها، هي يمكن لقطه طبعا مؤمن زكريا دي مهمه جدا، وحرص النادي الاهلي على وجود مؤمن في الاستاد وفي التكريم، وان هو ينزل ويبقى في مقدمة اللعيبة وهي بتتكرم مع الدرع، مع درع الدوري، ومقابلة طبعا الكابتن الخطيب ونزوله معاه وتوصيله إلى مكان الحدث هو وزوجته وبنته. دي لقطة إنسانية، أنا بقول إن هي خطفت الأنظار أو شكلت مشهد موازي كده، يعني الى جانب الاحتفاليه لقطه البطوله. صحيح. وحتى الدرع نفسه الكل بيقول انا الدرع ده بتاع مؤمن زكريا او باسم مؤمن زكريا اللي احنا بندعي له طبعا بالشفاء العاجل.